أول ما عليك القيام به لاستخدام سبليت هو التأكد من أن لديك أحدث إصدار من تطبيق سمارت وولت، وإذا لم يكن الأمر كذلك فعليك تحديث التطبيق. لهذا انتقل إلى متجر التطبيقات وادخل سمارت وولت في شريطة البحث وانقر على زر تحديث. يرجو الانتباه أيضا إلى أنه يجب تفعيل محفظتك للحصول على المكافآت، وتفعيلها لابد أن تمتلك كونات سمارت في رصيدك، كون واحد كافية للتفعيل. ومع ذلك من أجل سبليت ناجح نوصي بامتلاك مخزون كاف من كوينات سمارت، لأنها ضرورية لتنفيذ عقود سبليت. لذا يرجو التأكد من تحديث تطبيقك وأن لديك كوينات سمارت في رصيدك بما فيه الكفاية، ثم افتح محفظتك. انقر على سبليت، ستفتح لك شاشة تحتوي على معلومات تفصيلية حول رصيدك وسجل معاملاتك. انقر فوق زر سبليتنج الموجود فوقه مباشرة أسفل رصيدك للبدء فيه. من المهم جدا ملاحظة أن سبليتنج يتطلب وجود كونات سمارت في الرصيد، لأنها ضرورية لدفع تكاليف تنفيذ عقد سبليت. إذا لم يكن لديك عدد كاف من كونات سمارت فسيطلب منك تعبئة رصيدك. إذا كان عدد كونات السبليت والسمارت كافيا في رصيدك، تفتح لك نافذة تحتوي على معلومات حول حالة سبليتنج الحالية. على الشاشة التي تفتح تظهر المعلومات التالية: My Splits عدد التوكنات الموجودة في رصيدك، Total Supply Splits إجمالي عدد التوكنات في البلوك تشين، Daily Reward العدد اليومي لتوكنز ألتيما الموزع على حاملي سبليت، Current Block وتعرض الكتلة الحالية في البلوك تشين، Final Block وهذه تعرض الكتلة الأخيرة لفترة الهالفينج الحالية، My Estimated Reward تعرض القيمة التقريبية للمكافأة لجميع سبليت التي تشارك في عملية السبليتنج. يرجى ملاحظة ما يلي: أنه إذا استلمت توكنز سبليت على عنوانك قبل أقل من 24 ساعة فلن تتمكن من المطالبة بمكافأة. لمعرفة التوكنز الجاهزة للسبليتنج انتقل إلى قسم سبليت ديتيلز بالنقر فوق ماي سبليتس. سيظهر لك التوكنز الجاهزة لتلقي المكافآت مقابلها وأيها ليست كذلك. بالطبع يمكنك مكافأته والمطالبة بها، ولكنها ستضاف فقط إلى تلك السبليت التي مضى عليها أكثر من 24 ساعة. إضافة إلى ذلك، بعد المطالبة بالمكافأة سيتم إعادة تعيين عمر جميع التوكنز السبليت من الصفر أيضا. بمجرد التأكد من أن جميع التوكنز جاهزة، أرجع إلى قسم سبليتنج من خلال النقر على السهم الموجود في الجزء العلوي الأيسر من الشاشة، وانقر على زر كليم ريورد لطلب المكافأة من البلوك تشين. ستفتح لك شاشة تأكيد. من المهم جدا الانتباه إلى العمولة في سمارت، لأنها يمكن أن تصل إلى 100 سمارت. إذا كان لديك عدد سمارت أقل في رصيدك فقد لا يتم تلبية طلب المكافأة الخاصة بك بواسطة البلوك تشين بسبب نقص الطاقة التي يتطلبها العقد. لذلك نوصي بتعبئة رصيد سمارت الخاص بك باحتياطي أكثر. لذلك تأكد من أن لديك ما يكفي من كوينات سمارت في محفظتك بوضع علامة في المربع الذي يؤكد موافقتك على شروط استخدام المنتج، وانقر على زر كونفيرم للتأكيد. تهانينا، قد حصلت على المكافأة بنجاح. تبقى لك فقط أن نقر على زر أوكي وتفتح لك شاشة توكن ألتيما حيث يمكن رؤية المكافآت. في نهاية دليل الإرشاد هذا، نود أن نلفت انتباهك للقواعد التي يجب معرفتها عند العمل مع هذا المنتج. أي معاملة صادرة من توكنز سبليت حتى لو كانت 1 في 1000 تعمل على إعادة تعيين عمر جميع التوكنز من الصفر. إذا وصل لديك توكنز سبليت في محفظتك في أوقات مختلفة ستكون جاهزة لتلقي مكافآتك في أوقات مختلفة. الحد الأدنى لعمر توكن سبليت هو 24 ساعة. لذلك إذا طلبت بمكافأة وفي الوقت نفسه لديك توكنز غير جاهزة لذلك عمرها أقل من 24 ساعة، سيتم إعادة تعيينها مع التوكنز المناسبة للحصول على المكافأة. لا تنسى المشاركة في سبليتنج وطلب المكافآت كل يوم. حظا سعيدا. إذا لديك أي استفسار أو سؤال تواصل مع فريق الدعم لدينا، نسعد دائما بخدمتك ومساعدتك. مع السلامة، إلى اللقاء.